وصممت عليه؟ هو استاذ عبد الناصر يعني انا شخصيا طبيعتي انا بحاسب نفسي وبقص على نفسي في بعض الاحيان زي ما حضرتك قلت كده. الوقت بدري قوي، وحتى انا يمكن عاتبت مجلس الادارة قبل ما يجي استاذ محمد مصلحي ان هم تسرعوا في اقالة الكابتن هاني رمزي موسم الماضي ايام مجلس الادارة اللي قبل ما يجي استاذ محمد مصلحي. دي حقيقة محمود مشي. وانا سمعتك في فقول كذا مرة. فانا يعني بقول عكس بقى اللي انا قلته، او انا بطبق على نفسي عكس اللي انا قلته، لكن انا الموضوع بالنسبة لي مختلف. انا الحمد لله بحترم نفسي تماما وبحترم الناس وبحترم كلمتي، ده اهم ما في الموضوع يعني. فانا كان في بداية الموسم كان في اتفاق بيني وبين الاستاذ محمد مصلحي ومجلس ادارة الحياة المحترم ان احنا ان شاء الله بعد ما تخطينا المرحلة الموسم الماضي مرحلة الهبوط والنتائج كانت ايجابية في البطولة العربية ودعمنا حسب امكانياتنا ببعض العناصر الكويسة، فكان المؤشر بيقول عندنا كلنا ان احنا ان شاء الله ننافس على مراكز متقدمة يعني، وده كان وعدي الاستاذ محمد مصلح. بعد 7 اسابيع انا شفت ان الكلام ده ما اتحققش والنتائج يعني بالنسبة لي انا شخصيا مش مرضية، لان انا بمثل نادي الاتحاد، نادي قيمة، نادي عريق، نادي جمهوره عايز يفرح، وده اهم ما في الموضوع. فانا يعني حسيت حتى ان في بعض الاوقات الكرة مش متوعانة يعني. وبالتالي كان قراري ان انا بعد المباراة الداخلية حتى لو فزنا ان انا هستقيل يعني، على الاقل يعني بدي فرصة لأي مدرب جديد جاي عنده الوقت طويل جدا يقدر لو في حاجة يصلحها يقدر يضيف وهكذا يعني. أنا مش من نوع يعني بسعى كتير قوي للمنصب يعني، مش ما بجريش المنصب، ما بيستهونيش قوي، لأن الحالة التدريبية عندي هي فيها جزء مزاجي يعني، لأن أنا بشبه المدرب زي الرسام يعني لازم عنده نوع من الإبداع، نوع من التفكير بشكل منطقي، التركيز وهكذا، او على الاقل دي طبيعتي انا يعني. لما بحس ان انا الجزء ده راح مني فالامانة تقتضي، خاصة وانا بشتغل في نادية بقى كمان يعني، تقتضي ان انا ابتعد، لان انا يعني انا ممكن اقعد، محدش طالبني ان انا امشي، بس انا احساسي مش هقدر ادي خلاص. انا اديت كل اللي عندي وجهدي استنفذ تماما الموسم الماضي والبطولة العربية فما ينفعش بعد كل ده الامور مش مستقرة معايا، وفي وعد انا اديته الاستاذ محمد مصلحي وللجماهير كمان وافضل قاعد يعني. لا يعني انا مش متمسك قوي بالمنصب، مش مستني الفلوس يعني ما ممكن يعني افضل قاعد وماتش اخسر وماتش اكسب وماتش اتعادل، بس انا عايز نادي الاتحاد يبقى في مكانه مختلفة. فما ينفعش يعني النتائج اللي موجودة دي، على الاقل ده من وجهة نظري، ممكن اكون صح ممكن اكون غلط، لكن في النهاية انا كان جوايا عايز اسعد جماهير نادي الاتحاد، لكن قدر الله وما شاء فعل الحمد لله. واستاذ محمد والمجلس عارفين يعني، والجماهير عارفين، سواء انا برا انا جوه في المنصب او مش في المنصب، انا موجود على طول في النادي واي حاجة بتطلب مني بأديها وهكذا يعني. طيب يعني حضرتك كنت من الذين تحدثوا بالحسنى، وكنت من رشح الكابتن حلمي، وعندما سئلت من ترى يكون في هذا التوقيت